السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله هنشوف في درس جديد اللي احنا ازاي نعمل سيلكت نعمل طريق للبايب لاين مثلا في الصحراء، او مثلا نعمل لو عندنا شبكة طرق عايزين نعمل طريق جديد، عايزين نضيف طريق جديد، عايزين نشوف ايه اقصر طريق بين نقطتين. عندنا مثلا خريطة في مصر، مثلا عندنا اسكندرية مثلا والقاهرة، وعايز اوصل بين الاتنين بشبكة طرق او طريق معين، عايز اشوف ايه اقصر طريق بين الاسكندرية والقاهرة بحيث اني اتفادى مثلا المرتفعات المنخفضات وهكذا. فدلوقتي ازاي هنشوفها بتتعمل على الجايس. هفتح الجايس، تمام. فاحنا دلوقتي هنكون محتاجين ايه في الشغل بتاعنا؟ هنحتاج اول حاجة الاليفيجن لاير او الديم بتاعنا، او اللي هو التوبوغرافي بتاع الارض، تمام. دي هتلاقوها في التوتوريال الموجودة تحت في اللينك الموجود عندكم، اسمها SRTM Elevation. دي فيها الإليفيجن بتاع مصر، تمام. طيب هنحتاج ايه تاني؟ مثلا هنحتاج لاير فيها مثلا الستارت بوينت بتاعتك اللي هي مثلا الاسكندرية او الكوردينت بتاعت الاسكندرية، وعندنا كمان الاند بوينت بتاعتنا اللي هي مثلا الكوردينت بتاعت ايه القاهرة، تمام. طب هنحتاج كمان مثلا ايه لو في مثلا طرق موجودة في النص؟ فدي كده هنحتاج اللاير بتاعت الطرق الموجودة في النص. طب لو موجود مثلا شبكة مية، شبكة بحيرة صناعية، أي بحيرة موجود مثلا، أماكن موجودة في الصحراء زي مثلا ايه محطات بنزين، أبراج كهرباء، كل ده بحيث ان احنا ندخله في الداتابيز بتاعتنا، بحيث ان احنا نتجنب واحنا ماشيين في الطريق نتجنب كل الحاجات دي، تمام. يبقى دلوقتي وصلت لنا الفكرة اللي احنا عايزين نوصل اقل طريق ما بين نقطتين، تمام. هنفتح الارك اللي بعدنا بفايل جديد خالص بحيث ان احنا نبدأ شغل جديد بتاعنا. هنفتح كتالوج، تمام، وهنيجي هنا هنعمل كونكت تو فولدر بحيث اني اعمل كونكشن للفولدر اللي عندي اللي هشتغل بيه، تمام. فانا هنا عملت كونكشن للفولدر عندي في الباص ده، تمام. هفتحه هلاقي جواه المفروض اكون حاطط جواه حاجتين او فولدرين رئيسيين هنشتغل منهم. اول حاجه اللي هو ايجيبت شيب فايلز، ودي اللي فيها مثلا كل الحاجات المختصه بمصر كلها من حيث الطرق، الاماكن الموجوده في مصر، شبكه البجاري، الانهار، اي حاجه موجوده في مصر كلها موجوده في الايجيبت في الشيب فايلز، ودي كانت داتا مرفوعه على النت جبناها، تمام. تاني حاجه الاوريجينال داتا، لو فتحنا الاوريجينال داتا دي هنلاقي جواها فولدر اسمه اس ار تي ام، ده كده الديم بتاعنا او الاليفيجن بتاع مصر كله عندنا، تمام. فهنفتح ال SRTM وهاخد ال Elevation اسحبه احطه في ال أركان عندنا، تمام. كده هو ده كده فتح لي ال Elevation بتاع مصر عندنا. هنلاقي اقل ال Elevation حوالي 9999 واعلى حاجة حوالي 5700، تمام. ده كده حوالي مصر والسودان والسعودية ال Elevation بتاعهم. طبعا هو مش باين ال Elevation عندي هنا قوي لان هو سكيل كبير وكمان 2D، تمام. طيب هنفتح كاتالوج برضو، خليها بس مفتوحة معانا شوية بحيث ان احنا ناخد منها كل الحاجات اللي هنحتاجها بالمرة. هنفتح مثلا الفولدر بتاع محافظات، هفتح محافظات هنا واختار اي جي ادمن، دي بيفتح لي الحدود بتاعت مصر، اقول له اوكي هيفتح لي الحدود بتاعت مصر، هيفتحها لي، تمام. هلاقي هنا هو فتح لي الحدود بتاعت مصر. دلوقتي بعد ما فتحنا الاي جي ادمن وفتحنا الاليفيجن بتاع مصر، تمام، هيظهر لي بالشكل ده. هنا دلوقتي هو حاطط لي حدود لمصر كلها، تمام. بعد ما فتحناهم طب احنا هنلاقي نفسنا محتاجين ايه تاني؟ احنا قلنا محتاجين اللي هي شبكة الطرق الموجودة في مصر، محتاجين الأماكن التجمعات اللي موجودة في مصر وهكذا. الحاجات دي هنلاقيها في الفولدر بتاع ال Egypt Ship Files. هنفتح مثلا Egypt Ship Files، هنفتحه هنلاقي كل حاجات تبع كل محافظة. أنا مثلا هشتغل على حاجات بتاعت محافظة مطروح على أساس إن هي تبع الإسكندرية، تمام. هكتب مطروح كده هيطلع لي كل الحاجات اللي فيها مطروح، هختار منهم مثلا مطروح هاي واي، وهختار كمان مطروح لوكيشن، مطروح بوينتس. دول مثلا التلاتة لايرز هنشتغل عليهم. احنا ممكن نشتغل على كل اللايرز اللي موجودة بس أنا دلوقتي هشتغل على التلاتة دول بس، تمام. طيب أنا دلوقتي حطيت كل الحاجات اللي خلاص اللي هحتاجها عندي، بس في حاجة بس ناقصانا دلوقتي هقولكوا عليها، تمام. احنا قلنا عايزين اوقع بين نقطتين مثلا، نقطة هنا ونقطة هنا، بحيث ان اتجنب كل الحاجات دي.
هتجنب الجبال العالية، هتجنب المنخفضات القوي، هتجنب الطرق الموجودة، شبكة الطرق الموجودة، الأماكن التجمعات في الصحراء وهكذا. فإذا أنا دلوقتي عايز الستارت بوينت والإند بوينت بتوعي، دول هجيبهم منين؟ هجيبهم من جوجل إيرث أو موقع أوكيما بي، تمام. فهنلاقي هنا أنا طلعت الكوردينيت بتاعتهم. عندنا مثلا أول مكان اللي هو مكان السلام، ده الكوردينيت بتاعته إكس وواي، وعندنا تاني حاجة اللي هي بدر واحد من إكس وواي، تمام. طيب هاجي أحطهم، عايز أدخلهم على الأرك ماب. هدخلهم إزاي دلوقتي؟ طيب هسيف دي الأول كده، أقول له فايل سيف از، المكان بتاعي هقول له توتوريال، هقول له سيف. انا كده سيفت الشغل بتاعي دلوقتي، تمام. حاجه هنا على الكاتالوج، عايز اعمل بقى كرييشن للداتابيز جديده بحيث اني اعمل عليها كل الشغل بتاعي، تمام. يبقى ده كده فولدر فيه داتابيز او جيو داتابيز اللي موجوده بتاعتي، تمام. حاجه هنا على الديسكتوب برضو، كليك يمين عليه، هقول له نيو فايل جيو داتابيز، وهقول لا هقول له اللي هو ايه توتوريال، تمام. اسيب دي كده واقوم قافل الارك ماب وافتح ارك كاتالوج. بعد ما نفتح الارك كاتالوج هعمل برضو كونكشن للفولدر بتاعي، تمام. اخش عليه، اخش على الداتابيز اللي انا عاملها اللي هي توتوريال، واقول له كليك يمين نيو فيتشر كلاس، واقول له النيم بتاعي اول واحدة عندنا، اول موقع اللي عايز ابديتي منه اللي هو اسمه السلام، اقول له ان ده اسمه السلام، لازم تكون underscore عشان البرنامج يتعرف عليها. طب دي هنوقعها على اساس انها ايه، هتكون بوينت، فاقول له ان دي بوينت، تمام. اقول له next. كورد بتاعنا WGS 84 36 نورث، اقول له next next next. الفيلد الموجودة في الاتريبيوت تيبل جوه هقول له مثلا خلي لي نيم، وخلي لي مثلا ال x coordinate وال y coordinate، بس دي هتبقى دبل طبعا عشان دي ارقام، ودي كمان دبل عشان دي ارقام، واقول له finish. انا كده حطيت اول حاجة بتاعت السلام. طب هعمل واحدة تانية جديدة للمكان التاني، new feature class اسمه بدر واحد، تمام. واقول له ان دي بوينت، نيكست 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 نيكست، واقول له ده برضه نيم واكس كوردينيت هتبقى دبل، والواي كوردينيت هتبقى دبل، تمام. هقول له فينيش. كده انا نشأت الاثنين داتابيز بتوعي اللي هما الستارت بوينت والاند بوينت، تمام. هقفل الارك كاتالوج وافتح الارك ماب، او هفتح بقى اللي هو الفولدر بتاعي شغال عليه، وافتح الام اكس دي فايل بتاعي، تمام. بعد ما فتحت الفايل بتاعي هروح على كاتالوج وعلى المناطق بتاعتي التوتوريال داتابيز، افتح السلام وافتح بدر واحد. بعد ما فتحتهم لو فتحت الاتريبيوت تيبل بتاعهم طبعا هلاقيه فاضي ما فيهوش اي حاجه، فانا عايز احط النقطه بتاعتي. فهنعمل ايه دلوقتي؟ بس اقفل دول كده علشان بس زحمل لي الطريق، واقفل دي كمان. فهنعمل ايه؟ هعمل اديتور. طيب قبل ما نعملهم الاول عايزين نعمل بس حاجه اللي هي نعمل يعني نحدد الداتا بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، او هعرف لها الكوردينيت سيستم بتاعها، تمام. فالحكاية دي احنا عاملها ازاي؟ هنفتح الارك تول بوكس فوق، تمام، وافتح ال داتا مانجمنت تول، بعد كده بروجكشن اند ترانسفورميشن. بالنسبة للاليفيجن لاير هنعمل ديفاين بروجكشن، هقول له دي اعرف بقى كل واحدة الحاجات دي، و WGS 84، تمام، اقول له كلوز. كده عرفت اول واحدة دي، وبعد كده هعرف برضو بقية الحاجات من عن طريق الفيتشر بروجكت،
هختار من هنا اي جي ادمن، والكورنر بتاعتها دبليو جي اس 84 عادي جدا تمام، واحطها في الداتا، والكورنر سيستم بتاعنا دبليو جي اس 84، وعايز الاوتبوت بتاعي يكون في الداتا بيز دي، في الداتا بيز بتاعت التوتوريال، واسميه اي جي ادمن. اي جي ادمن اقول له سيف. اوكي، فانا بدل كل مره هلاقيه حطها لي هنا على طول، اللي هي ايه اللاير اللي متحدده دي، انا خلاص مش عايز اللاير القديمه، فهعمل كليك عليها وريموف تمام. هنلاقي اللاير دي بس هي الايه الظاهره معايا. تمام، في بس مشاكل، ثواني كده. طيب ورجعنا لكم تاني. دلوقتي احنا كان عندنا بس مشاكل في الارك ماب، هنفتح بس الارك ماب تاني. هنفتح الارك ماب تاني، هنلاقي هنبدأ الشغل طيب من اول وجديد تمام. وساعات بيحصل شوية مشاكل كده، ف وخصوصا في اللي هو في الادفانسد اللي احنا هنعمله، في سبيشال اناليسز اللي احنا هنعمله. هنقول له بلان كمان عادي تاني من اول وجديد خالص. هنفتح هنا بعد ما عملنا كونكشن، هنفتح اللي هو الديسك هنا، هفتح اوريجينال داتا اس ار تي ام، هفتح الاليفيجن لاير اللي عندي تمام. بعد كده هفتح الفولدر بتاع المحافظات، هفتح الاي جي ادمن احطها. طيب انا بعد كده دلوقتي عايز اعمل كليب للاي جي ادمن. عايز اعمل كليب للاي جي ادمن دي، بحيث ان بدل انا مش عايز كل اللي فات ده خالص، كل اللي بره، انا عايز بس الحدود بتاعت مصر تمام. فهعمل هنا حاجه على داتا مانجمنت تولز، وحاجه على الراستر والراستر بروسيسنج، وهعمل كليب. هفتح هنا الاس ار تي ام، وهختار كليب من اي جي ادمن، واقول له يوز، واختار المكان بتاعي اللي هو التوتوريال، اختار مثلا ايه اليفيجن، اسميها اليفيجن، اقول له سيف. اوكي، تمام. دلوقتي انا دلوقتي مش عايز كده، دي خلاص مش عايز الايجي ادمن تاني، خليت اللي هو الاليفيجن بس بتاع مصر اللي عندي تمام. دلوقتي زي لو لاحظتوا اللي انا كل مره كنت بروح على التوتوريال واختار اخليها اشوف المكان بتاعي. طب انا دلوقتي ممكن اعمل حركه كويس قوي، ان انا اجي على التوتوريال هنا، كليك اليمين عليها، واعمل ميك ديفولت جيو داتابيز، فده يسيب لي في الداتابيز دي على طول تمام. هبدا بعد كده اضيف بقى اللايرز اللي كنت ضفتها قبل كده، اللي هي من ايجيبت شيب فايلز. هفتح مطروح، وهفتح هاخد مطروح هاي واي احطها، وهاخد كمان مطروح لوكيشن ومطروح بوينتس. هختار هشتغل على الثلاثه دول اللايرز دول تمام. انا دلوقتي فتحت كله، فهبدا اعملهم ايه بقى، هبدا اعمل لهم بروجكشن او ديفاين بروجكشن، اعمل لهم اسقاط جغرافي ليهم. فهفتح هنا قائمه البروجكشن اند ترانسفورميشن، هختار فيتشر، وهعمل بروجكت تمام. فهاجي هنا هختار الثلاثه لايرز اللي عندي، اول حاجه اللي هي مطرح بوينت، وبروجكشن ل دبليو جي اس 84 36 نورث تمام، والاوتبوت خليه باسم مطروح بوينت بروجكت تمام، واقول له اوكي. خلاص يبقى انا كده امسح اللاير دي مش عايزها تمام. هاجي برضو هعمل نفس الكلام للاتنين التانيين، نروح للوكيشن اوكي، همسح برضو دي نفس الكلام مش عايزه خلاص، ان انا معايا البروجكت بتاعتها. هعمل برضو نفس الكلام للهاي واي، هتروح هاي واي اوكي. دلوقتي عملت بروجكشن للتلاتة لايرز اللي عندي، امسح بس دي، اغير السيمبل بس بتاع ده، اخليه مثلا لونه اخضر، لا خليه لونه ايه
ماشي اخضر بس هيبقى لون حجمه صغير. شوف حجم ده ايه، 4، يبقى خلي ده 4، خلي 5. تمام، لو فتحت الاتريبيتيف بتاع البوينت اللي هنا هنلاقي كل حاجة موجودة في الصحراء، من محطات اوتوموتيف لجراج لباور تاورز، تمام، وكذلك الهاي واي واللوكيشن. بعد ما حطينا كل الداتا بتاعتنا هعمل بقى، هنعمل اد للستارت بوينت والاند بوينت بتوعي اللي هي السلام والبدر واحد اللي الشغل اللي عملناهم من شوية. هفتح التوتوريال هنا جيو داتابيز، وهفتح البدر واحد، وهفتح السلام، وهبدأ اعمل لهم بروجكشن. برضو كل حاجة هعملها لازم اعملها بروجكت، تمام. هختار بدر واحد واقول له بروجكت برضو الـ84، اوكي، والاسم بتاعه بدر واحد بروجكت، ماشي، اوكي. امسح دي خلاص. هعمل نفس الكلام اللي عملناه للسلام، اوكي. بعد ما عملت الاتنين دول عايز احط النقط بقى بتاعت بدر واحد والسلام اكس والواي بتاعهم، فهعمل هنا هقفل دي، هاجي على الاديتور start editing، تمام، continue. بعد كده هعمل هنا هختار اللي هي create feature، وهختار اللي هي بدر مثلا، هنبدأ ببدر واحد، ماشي، بدر واحد، وهختار ان انا هحط point، وهنا هعمل right click وهختار absolute x و y. هبدأ احط ال coordinate عندنا زي ما احنا شفناه قبل كده، احنا كنا بدر واحد ال x بتاعها كان ده، هاخده copy الاكس بتاعها حطه، والواي حطها انتر. انا كده حطيت النقطة عندي، هلاقي النقطة حطها لي في النقطة دي، تمام. هعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه نفس الكلام للسلام. هعمل حاجة هنا على الكريت او هفتح الاتريبيوت تيبل الاول، هكتب الاسم بتاعها بدر واحد، تمام. بعد كده هدخل جوه في الاتريبيوت تيبل، هعمل لها الاتريبيوت تيبل بس هحط بس بتاعت السلام الاول. هاجي هنا في الكرييت فيتشر، هختار السلام، رايت كليك برضو نفس النظام ابسولوت اكس واي، وهحط الكورنت بتاع السلام، كوبي، حطها هنا باست الاكس، حط الواي، الواي بتاعنا حطيته كده، اوكي. انا كده حطيت النقطة التانية اللي هي السلام، وبدل واحد كمان موجود، تمام. بعد كده هعمل اديتور سيف اديتس عشان اعمل سيف للاتنين، اعمل بس سيلكشن كلير سيلكتد فيتشر، تمام. حاجة هنا هفتح الاتريبيوتيبل بتاع السلام، هقول له النيم بتاعها السلام، الاكس هقول له رايت كليك عليها وكالكوليت جيومتري بحيث اللي هو يحسب لي الاكس كوردينت بتاعتها، والواي كليك يمين كالكوليت جيومتري بحيث اللي هو يحسب لي الواي كوردينت، تمام. ده كده انا دخلت البيانات بتاعت السلام، هدخل البيانات بتاعت بدر واحد نفس الطريقة، رايت كليك كالكوليت جيومتري اكس والواي كالكوليت جيومتري واختار الواي، تمام. دلوقتي انا دخلت الاتنين، هقول له editor save edits واسيب ال mx دي بتاعي بتوتوريال، ماشي، save yes. وبعد كده هقول له editor stop edits، كده انا خلصت الايديتنج بتاعي، دخلت النقطتين اللي عندي اللي هما السلام وبدر واحد، هغير بس السيمبل بتاعهم علشان يبقوا معروفين بالنسبه لي، دي هغير اللون كمان بتاعهم، خليه مثلا احمر. ده كده اول ستارت بوينت بتاعتي، ودي الاند بوينت بتاعي، تمام. ممكن اغير بس اللون بتاع الاليفيجن ده علشان اخليه لون مستريح بالنسبه لي،
ده كده هنبدأ نتعامل بقى مع الداتا اللي احنا دخلناها دي. كويس، انا هنا عندي الستارت بوينت، هقول له بس هنا بتكليك ليبل فيتشر، احنا عندنا بدل واحد ليبل فيتشر برضو بحيث يظهر لي الاسامي بتاعتها. انا دلوقتي عندي الستارت بوينت والاند بوينت، عايز اوصل خط او ماسوره بايب لاين ما بين الاثنين، تمام، بحيث ان احنا نكون شورت بايب لاين لينس، تمام كده. فهنبدأ نعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل باوندري حوالين الحاجات دي كلها بحيث ان احنا نحكم الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها. فدي هنعملها ازاي؟ حاجه هنا على التوتوريال داتابيز، هعمل رايت كليك عليها، هقول نيو فيتشر كلاس، وهنخليها مثلا الاكستنت بتاعي، وهقول له ان دي هتبقى بوليجون، هقول له نيكست 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 نيكست، ماشي نيكست، مش عايز حاجه تانية كده. انا حطيت فيتشر كلاس جديده اسمها اكستنت، تمام. هبدأ ارسم بوليجون حوالين الحاجات او المنطقه اللي احنا بنشتغل عليها دي. هنرسمها ازاي برضو؟ اديتور، ستارت اديتنج، كونتينيو، كرييت فيتشر، حوالين الاكستنت هنبدأ نرسم بوليجون. هبدأ مثلا هرسم من اول هنا كده، هنا هنا هنا، ده الاكستنت بتاعي. اخر نقطة طبعا دبل كليك، ده الاكستنت بتاعي. كويس، بعد كده هقول له اديتور سيف اديت، اوكي اديتور ستوب اديتنج، انا كده عملت الاكستنت بتاعي. كويس، هبدأ. طب انا دلوقتي الداتا عندي مش منظمة، في داتا طالعة بره الاكستنت، في داتا طالعة بره مصر، الاكستنت اساسا طالع بره مصر كمان، فعايز احكم الاكستنت بتاعي، فهعمل لهم كلهم كليب. كويس، هفتح الارك تول بوكس، هفتح ال analysis extract clip، هبدأ أعمل كل حاجة clip ليها. هفتح مثلا هنا المطروح location، بس هيبقى clip من ال extent اللي احنا عاملينه، بحيث ان انا هيبقى حدودي كلها خلاص ال extent بتاعي كده. ال output بتاعي لو مطروح location project clip، اقول له اوكي خلاص، امسح دي مش عايزها. كويس، هنعمل نفس الكلام للبوينتس، والفيتشر بتاعي اللي هو الاكستنت هي برضه مطروح بوينتس بروجكت كليب، اقول اوكي نمسح دي برضه، فاضل ليش غير الطرق، هنعمل لها برضه كليب الاكستنت بتاعي، هيبقى فاضل لي اللي هي اللي هي مطروح اللي هي هاي واي اللي هو الاكستنت برضو، بس هنخلي الاسم بتاعها برضو مطروح هاي واي. هاي واي كليب او بروجكت كليب، اقول له اوكي. في مشكلة في اللي هو انا حاطط الانبوت اللي هو الاكستنت، لا الانبوت اللي هو الهاي واي، الكليب فيتشر اللي هو الاكستنت، تمام، اقول له اوكي. امسح ده، انا خلاص دلوقتي عملت اللي هو الحدود بتاعتي، حددتها الاكستنت اللي احنا هنشتغل عليه، تمام. خلاص هبدأ بقى اتعامل مع الداتا. هنتعامل مع الداتا بحاجة اسمها سبيشال اناليسيس. طيب علشان نبدأ نعمل سبيشال اناليسيس لازم اعمل له اكتيفيشن، فحاجة هنا على الكاستمايز من فوق، وهقول له اكستنشن، وهعمل شيك على الاكتيفيشن بتاعه السبيشال اناليسيس، تمام. انا كده عملت خلاص اكتيفيشن للسبيشال اناليسيس، اقول له كلوز، تمام. هبدا بقى اعمل الخطوات، عندنا خطوات كذا خطوه هنعملهم ورا بعض، بحيث اللي هو يطلع لي البروفايل النهائي للبايب لاين او للطريق اللي عندي، تمام. فاول حاجه هنبدا نعملها، هنشوف احنا عايزين نبعد عن
مثلا الاماكن والتجمعات او اللي هو المناطق الطرق الموجوده في الصحراء ببعد قد ايه. يعني انا مثلا اقول عايز ابعد عن الطرق بمسافه حوالي 100 متر، يعني ما مشيش جوه الطرق بحوالي 100 متر، او التجمعات السكنيه حوالي 50 متر. فهنعمل الحكايه دي ازاي؟ هبدا اعمل بفر حوالين كل لاير من اللايرز اللي موجوده عندي، هفتح التول بوكس من فوق، هاجي على البروكسيمتي بفر، هبدا اعمل حواليها بفر على كل لاير من الموجودة عندي. عندي المطروح هبدأ بالبوينتس مثلا، خلي اسمها هنا كده، عايز انا هعمل كله 100، بس ممكن كل واحد يغيره زي ما هو عايز. هعملها 100 متر، كل واحد طبعا يغير زي ما هو عايز. اقول له اوكي، انا دلوقتي عندي اللي هي البفر، بوينت بفر والبوينت العادية، هنحتاج الاتنين، محدش يمسح حاجة منهم. هعمل برضو بفر حوالين الباقي. انا عملت حل البوينت، هنعمل اللوكيشن، كده بخليها بفر برضو، خليها 100 متر، واقول له اوكي. عملت البوينت وعملت اللوكيشن، فاضل لي كده فاضل لي الهاي واي. تمام كده الهاي واي، خليها برضه بفر. مية متر اوكي. تمام كده انا دلوقتي عملت بفر حوالين التلاتة اللي عندي، وعملنا اكتيفيشن كمان للسبيشال انالس. هنبدأ بقى نعمل الخطوات اللي جاية دي. هنيجي على الجيو بروسيسنج هنا، هاجي على الانفايرومنت وهقول له البروسيس اكستنت بتاعي خليه لي زي اللاير بتاع الاكستنت، بحيث ان هو يخلي لي الحدود بتاعتي اللي هي اللاير الاكستنت بتاعتي. وهاجي تحت على الراستر اناليسيس، هنعمل ماسك هنشتغل مثلا على اللي هي اول لاير بتاعت البوينتس. تمام، فهنعمل ماسك مطروح بوينتس بفر، مطروح بوينت بفر، هقول له اوكي. تمام كده بعد ما عملت مطروح بوينت بفر، تمام هنيجي انا دلوقتي عملت للبوينت بكتبهم عندي بس عشان ما انساش. تمام، هنيجي هنا هنفتح التول بوكس اللي عندنا بقى، هفتح السبيشال اناليسيس هلاقيها تحت سبيشال اناليست تولز، هفتح الفولدر التول بتاعت الديستانس ديستانس ديستانس اهي، وهفتح تول اسمها اكليديان ديستانس. اكليديان ديستانس دي بتعمل ايه؟ بتبدأ تدي، يعني انا مثلا هحط لها شبكة الطرق مثلا كلها، هتبدأ توزع حواليها ارقام من 0 ل 8، بحيث انها تشوف اقل رقم واقصى رقم، وكده نجمع كل الارقام دي مع بعضها بحيث ان هو يطلع لي اقصر طريق ممكن نمشي فيه البايب لاين. هختار هنا الانبوت سورس بتاعنا اللي هو المطروح بوينت، مطروح بوينت العادية، بروجكت كليب العادية اللي من غير بفر. تمام، والاوتبوت بتاعنا هنخليه بوينت بوينت نير. تمام، اقول له اوكي. بعد ما عملت اللي هي طلع لي البوينت نير، بعد كده هنعمل هنرجع هنعمل من فوق جيو بروسيسين. تمام، environment raster analysis، وهنمسح الماسك بتاعي بحيث اني اشيل الماسك، اقول له اوكي. بعد كده هاجي هنا على حاجة اسمها reclassify، reclassify هفتحها واعمل reclassify، هختار اللي هي البوينت نير اللي احنا لسه عاملينها، وهنعمل هنا نو داتا بزيرو. ايه الحاجات دي؟ ريكلاسفاي اللي هو بحيث يديها ارقام جديده، يعني مثلا هو مصنفها من 0 مثلا ل 8 او من 0 ل 9، فهنا هيبدا يديها ارقام جديده. تمام،
فدي هنفهمها في كمان دقيقة كده إن شاء الله، اللي هي الريكلاسيفاي دي. تمام، فهخلي بس المهم الاسم بتاعها هتبقى point near reclassify أو reclass، أقول له أوكي. تمام كده. طيب بعد كده برضه هفتح الكلين instance تاني، وهختار برضه مطروح بوينت بس كليب عادية من غير البفر طبعا. تمام، وهنخلي الاوتبوت بتاعنا هيبقى بوينت اندرسكور فار، يعني انا دلوقتي الاول عملت اللي هي البوينت البعيدة دي كان واحنا عاملين بفر، بعد كده لما خليناها فار دي احنا واحنا عاملين من غير ما نحط في الجيو بروسيسنج بتاعنا اللي هو البفر اللي هو الماسك بتاعنا، احنا عاملينه نان دلوقتي. اقول له اوكي. هيديني الشكل اللي هو شكل زي اللي ورا ده كده، وهيبدأ يديني هنا شوية أرقام، فالأرقام دي أنا عايز أعملها ريكلاسيفيكيشن، فعشان كده أنا بعمل الخطوة بتاعت الريكلاسيفاي. ببدأ أدخل اللاير دي بوينت فور، ويبدأ هو يحط لي أرقام من 1 لـ10. تمام، فهنخلي برضو اللي هي النو داتا دي هخليها بإيه، بزيرو، دي أهم حاجة. وأقول له هنا الأوتبوت بتاعي خليه لي مثلا هتبقى بوينت أندرسكور for underscore reclass 5. اقول له اوكي. انا دلوقتي عملت للاتنين دول، انا عملت للبوينت نير وعملت بوينت فور وعملت لهم ريكلاس 5. هبدأ اجمع الاتنين دول مع بعض، تمام، عن طريق اللي هو التول بتاعت الماب الجبرا وراستر كالكوليتر. هبدأ اختار البوينت فور ريكلاس 5 زائد بوينت نير كلاسيفاي، واخلي الاوتبوت بتاعها مطروح فاكتور او بوينت اندرسكور فاكتور، اقول له اوكي. خلاص كده انا عملت اول حاجات لللايرز الاولانيه اللي عندي اللي هي البوينت لاير. هنبدأ نعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي دلوقتي الاتنين لايرز الموجودين التانيين الباقيين اللي هي اللوكيشن والهاي واي. هنبدأ نعمل اللوكيشن. خلاص هفتح جيو بروسيسنج انفايرمنت، زي ما هعمل لوكيشن حاجة جديدة فابدأ اعمل لها برضو راستر اناليسيس، واحط الماسك بتاعي مطروح لوكيشن بفر اهي، اقول له اوكي. راح فاتح الكليدين ديستانس نفس الخطوات، هنبدأ نكرر بقى نفس الخطوات تاني، واختار وتروح لوكيشن بروجكت كليب من غير البفر طبعا، واخلي الاوت بتاعنا لوكيشن اندرسكور نير. اوكي، بعد كده هفتح ريكلاسيفاي واحط له النير. لا، قبل ما ابدا الريكلس فاي لازم اشيل الايه الماسك اللي انا عامله، هي خطوات محفوظه صم، المفروض ما ينفعش نغير اي خطوه من الخطوات دي. هشيل اللي هو البفر اللي انا عامله. اوكي، هبدا افتح الريكلس فاي واحط اللي هو اللوكيشن نير، نو داتا اخليها بزيرو، اخليها هنا لوكيشن نير ريكلاسيفاي، اقول اوكي. بعد كده هعمل ال كلينين ديستانس تاني، كلينين ديستانس، واختار مطروح برضو لوكيشن، دي هتبقى ايه بقى لوكيشن فور. اوكي، اقول له اوكي. بعد ما عملت اللوكيشن فور هبدأ اعمل لها برضه ريكلاسيفاي، خلي النو داتا بزيرو،
دي هتبقى لوكيشن فار ريكلاسيفاي، اقول اوكي. بعد ما عملت النير والفار هبدأ اجمع الاتنين مع بعض عن طريق الراستر كالكوليتور، يبقى لوكيشن فار ريكلاسيفاي زائد لوكيشن لير ريكلاسيفاي، واللي طالع منهم هيبقى لوكيشن فاكتور. اقول له كلوز. المفروض هنعمل نفس الخطوات دي على اللاير الثالثه اللي هي بتاعت الهاي واي، تمام؟ بس انا دلوقتي هشيلها علشان اختصار اختصارا للوقت، بس هشيل الهاي واي اكنها مش موجوده معانا خالص. هنشتغل على الاثنين اللايرز بس اللي احنا عملناهم. طيب انا دلوقتي عملت اللاير اللي عندي، هبدا اعمل بقى عندي الاليفيجن، فهبدا برضو ادي قيم للاليفيجن، فهبدا اعمل له ريكلاسيفاي واختار الاليفيجن اللاير اللي عندي، واخلي برضو النو داتا بتاعتي بزيرو، واقول له elevation reclassify elevation ماشي، واقول له اوكي تمام كده. خلاص انا كده عملت كله، فهبدأ اجمع كل الفاكتورز اللي احنا عملناها عن طريق الراستر كالكوليتور. هجمع ال reclassify بتاع elevation plus ال location for location factor plus ال البوينت فاكتور. جمع التلاتة دول مع بعضهم وخليهم مثلا نفس الاسم كده راستر كالكوليتر، مش مشكلة، تمام. ممكن بدل ما اجمعهم كلهم كده ممكن اضرب في فاكتور، الفاكتور ده بيبقى مثلا من 0.1 لواحد، من 1 من 10 لغاية 1. بيعتمد على ايه؟ على مدى اهمية اللاير دي اللي عندي، تمام. دي هي قصتها كبيرة شوية. مثلا يعني انا مثلا لو عايز امشيه مثلا في اللاير بتاعت البوينت دي احسن من انه ما يمشيش في اللاير بتاعه الاليفيجن، فاحط الدي مثلا اضربها في 8 من 10 وده اضربه مثلا في 1 من 10، يبقى هو كده هينقي لي اقصر طريق بحيث ان هو يمشي جنب البوينت وانه ما يمشيش في الاليفيجن. دي قصتها كبيره شويه، بس احنا اغلبنا مثلا بنعمل اللي هو الفاكتور ده، ممكن نحطه ممكن ما نحطوش. فهنا لو قلت له اوكي تمام، دلوقتي انا بقى خلاص عندي فاكتور، هنبدأ بقى نعمل عليه ايه؟ نبدأ نطلع منه الخط. هنطلع منه خط عن طريق الديستانس، عن طريق فاضل لي خلاص 3 تولز رئيسيين. اول حاجة كوست ديستانس، هنبدأ نعمل كوست ديستانس. هنا هنديله الانبوت بتاعنا اللي هو السلام، او هنديله اللي هو السلام الستارت بوينت بتاعتنا، وهنديله الراستر كالكوليتور اللي هو طلع لنا في الاوتبوت في الاخر خالص، وهنسميه مثلا جوست ديستانس السلام ماشي تمام. ده بيعمل لي ايه؟ بيجمع لي كل المناطق القريبه من السلام بحيث ان هو يشوف اقصر طريق هيمشي فيه ايه. هقول له اوكي انا دلوقتي خلاص شفت اقصر طريق. طب انا عايز اشوف بقى ابعد طريق ممكن يمشي فيه، اللي هي عن طريق كوست باك لينك، واقول له برضو السلام السلام عن طريق راستر كالكوليتر، واقول له اوكي. تمام اخر حاجه بقى انا عايز خلاص اشوف الطريق بتاعي، اقول له كوست باس، اختار اول حاجه مش الستارت بوينت بتاعتنا بقى، لا اختار الاند بوينت بتاعتنا اللي هي هتكون عندنا بالنسبة لنا اللي هي بدر واحد. بدر واحد، وهنختار مثلا input بتاعنا اللي هو cost distance، وانا هختار cost back، وهنخلي مثلا ال output اسمه line، واقول له اوكي. هو دلوقتي كده المفروض طلع لي line بحيث انه اقصر مسافة ما بين الاتنين دول، ما بين النقطتين دول، تمام. بيست راوت، بيست شورتست راوت. فانا دلوقتي لو لغيت دي بحيث ان اشوف بس اللاين، ولغيت دي ولغيت دي، هلغي بقى بقية الحاجات اغلبها.
كده انا بلغي اغلبه الموجود، هلاقي هنا ظهر لي لاين بالشكل ده اهو. نشيل شبكة الطرق كمان بالمرة، تمام. هلاقي اللاين دي موجود، عمل لي لاين بحيث ان هو يتجنب لي كل الاماكن الموجودة في الصحراء. يعني لو زومت على هنا عليه، هو بيحاول يتجنبها على قد ما يقدر، ما يحاول ما يمشيش فيها، تمام. ده كده عن طريق حاجة اللي هي السبيشال اناليسيس. احنا هنا طلعنا خلاص لاين، عرفنا اللي هو البيست راوت بتاعنا ايه بعد كده، بحيث ان احنا نبدأ نقيس المسافة بيه، او لو عايزين نرسم اي خط، نرسم اي لاين في عايزينه، نرسمه من نفس الخطوات اللي فاتت دي، ونزود لاير زي ما احنا عايزين. احنا دلوقتي شرحنا على 2 لاير بس، لكن احنا ممكن نزود زي ما احنا عايزين في اي حاجة. طبعا كله بيديني مور اكيوريت لللاين اللي بيطلع لي، تمام. ده كده كان الدرس اللي هو بتاع السبيشال اناليسيس، بحيث ان احنا يطلع لي لاين معين. بعد كده بناخد اللاين ده بنقيس الطول بتاعه، بيطلع لي البروفايل اليفيجن بتاعه عن طريق ال 3D اناليسيس. وال 3D اناليسيس ده هنحط الرابط بتاعه تحت الفيديو على اليوتيوب ده. هو كان فيديو كنت عامله قبل كده، هنحط لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو ده ان شاء الله، بحيث ان انتوا تشوفوا ازاي من البروفايل ده تطلعوا الاليفيجن بروفايل بتاعنا، تمام. أتمنى تكونوا استمتعتم بالدرس، وإن شاء الله نشوفكم في دروس جاية بإذن الله. السلام عليكم.